السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا خامس. اليوم بإذن الله بدنا ناخذ المثلثات. من أول شيء بدنا نعرف إيش معنى مثلث، بدنا نصنفهم. طبعا المثلثات في عنا حسب أضلاع، ممكن نصنفهم حسب زوايا، لكن اليوم إن شاء الله قبل كل شيء بدنا نعرف إيش معنى مثلث. مثلث من اسمه إنه ثلاثي، يعني ثلاث أضلاع وثلاث زوايا. نعرف إنه ثلاث أضلاع ثلاث زوايا، كلنا بنعرف هذا الحكي. فأنا اليوم بدي أعرف، بدي أصنف هذا المثلث بس حسب أضلاعه، أطول أضلاعه. لما يكون طول أطول أضلاعه مختلفة أو متساوية، أو في عندي ضلعان بس فقط متساوية. أول شيء عندي، أول شيء بدي أصنف اللي هو مختلف الأضلاع. أول مثلث، مثلث مختلف الأضلاع. كيف يعني مختلف الأضلاع يا مس؟ يعني جميع أضلاعه غير متساوية، يعني ضلع في عنده 6 سنتي وفي عنده ضلع مثلا 2 سنتي وفي عنده ضلع 5 سنتي. هل 6 تساوي 2 تساوي 5؟ بقول له لا، هاي الأضلاع كلها مختلفة. معناته بقول له هاي مثلث مختلف الأضلاع، مثلث مختلف الأضلاع. هذا أول تصنيف للمثلث، أول نوع من أنواع المثلثات اللي هي حسب أضلاعه. بقول لي لو صنفيها حسب أضلاعها بتقولي لي ممكن يكون مختلف، ممكن يكون متساوي جميع الأضلاع، وممكن يكون بس ضلعين فقط متساويان بسامي متطابق الضلعين. نعم، اللي هو عندي متطابق، متطابق الضلعين. شو يعني كلمة يامس متطابق الضلعين؟ يعني مثلا عندي 4 سنتي وفي واحد تاني 4 سنتي وعندي الثالث مثلا 7 سنتي. بقول له يمس في عندي ضلعين متطابقين اللي هم الأربعة والأربعة، عندي ضلعين متطابقين بس بيش كم ضلع؟ ضلعين فقط، ضلعين فقط. تعالوا معي نشوف هذا الحكي الآن، بس أحكي لكم كل الأشياء الموجودة هون نأخذ على الكتاب وبنحل من الكتاب. عندي آخر شيء عندي متطابق، متطابق الأضلاع، متطابق الأضلاع. شو يعني كلمة متطابق الأضلاع؟ يعني جميع الأضلاع متساوية. كيف يعني يا مس متساوية؟ يعني عندي مثلا هاي 5 سنتي والثاني 5 سنتي والثالث كمان 5 سنتي. بقول له إنه الضلع الأول 5 والضلع الثاني 5 والضلع الثالث 5، معناته جميع الأضلاع متطابقة يعني أو متساوية. جميع الأضلاع متساوية يعني متطابق الأضلاع، يعني جميع أضلاع متطابقة يعني متساوية. تعالوا نشوف هذا الحكي عندنا، نأخذ كتابنا ونبدأ نشوف نتحقق من فهمي. خلينا نشوف أي احنا فتحينا من صفحة 69 معاكم موجودة. عندي اتحقق من فهمي، اصنف كل من المثلثات الاتية حسب اطوال اضلاعها وابرر اجابتي. خليكي معاي شوية، نيجي هون، نيجي هون 50 وهون 15 وهون 50، طلع علي ضلع 50 و50، عندي ضلعين متساويين. يعني معناته انا بقول له هون متطابق، بكتب له متطابق الضلعين. ليش يا مس كتبتي متطابق الضلعين؟ ليش ما كتبتي متطابق الأضلاع؟ لأنه في عندي ضلع غير متساوي، لا يساوي الضلعين الآخرين، في بس ضلعين فقط متساويان وضلع الآخر مختلف، بسميه متطابق الضلعين. طب تعالي مس على اللي موجودة عندي، اطلعي علي. هو ما كتب لي أرقام، كتب لي إشارات. انتبهي على الإشارة، هاي إشارة بس إيش؟ إشارة واحدة، هون ثلاث إشارات وهون إشارتين. هل الإشارات متشابهة متساوية؟ هل هاي إشارة وهاي إشارة وهاي إشارة؟ لا، هاي إشارة إشارتين وثلاث إشارات كلها جميعها مختلفة الإشارات، يعني ما فيش ولا واحد متساوية. كيف يمس هذا الحكي؟ يعني إذا كان يمس متساوي طلع على اللي فوق، إذا كان عندي متطابق ضلعين أو متساوي ضلعين، حاطط شايف الإشارة هاي تساوي هاي الإشارة، يعني هاي الإشارة زي هاي الإشارة، معناته بعرف إنه هاي الضلعين متطابقين، بعرف إنه الضلعين متطابقين. لكن هون يا مس شوف الإشارات غير متساوية ولا إشارة زي بعض، معناته بقول له هون مختلف الأضلاع ولا ضلع زي بعضه. مس إنه متطابق ضلعين، نعم
ضلعين متساويين هون، ولا ضلع متساوي مع الآخر. تعالي على الثالث رقم ثلاث، عندي ثلاث متر، ثلاث متر وثلاث متر. بلاحظ إنه جميع الأضلاع متساوية، جميع الأضلاع متساوية كلها تساوي 3 متر، ولا معناته بقول له أنا عندي هذا كله متطابق الأضلاع، كل أضلاع متطابقة يعني كل أضلاع متساوية، بس بقول عنه متطابق الأضلاع، بقول عنه متطابق الأضلاع. واضح مس؟ واضح؟ طيب تعالي معايا هون أتحقق من فهمي، تعالي معاي هون أتحقق من فهمي. الشكل المجاور اللي عندي طول كل حرف، إيش معنى كل حرف؟ يعني كل ضلع، الحرف هو عبارة عن ضلع يا مس، كل حرف يساوي 17 متر سنتيمتر، كل حرف من حروفه تساوي 17 متر. أصنف المثلث الأمامي اللي موجود أمامي، بس هذا شايفينه اللي باللون الأحمر، اللي باللون الأحمر شايفينه، أنا بحكي عن المثلث اللي باللون الأحمر عند الهرم. كل حرف من حروف الهرم 17 متر، وهون 17 سنتي أسفة متر، وهون 17 سنتيمتر. أصنف المثلث اللي في أمامي في الهرم وفقا لأطوال أطلعه، معناته أنا عندي هون متطابق أضلاع. ليش؟ قال لي جميع الأحرف تساوي 17 سنتي، وقال لي طلعي على المثلث الموجود عندي بالشكل هذا، المثلث الموجود عندي بالشكل هذا أمامك شايفينه اللون الأحمر، هون 17 وهون 17 وهون 17 سنتيمتر، معناته عندي متطابق الأضلاع، متطابق الأضلاع. تعالي معايا ناخذ كمان على السريع أتدرب وأحل المسائل، كمان نفس الحكي عن صنف على السريع. اطلعي علي هون، احنا حكينا هي ممكن يحط لي رقم ارقام، ممكن يحط لي اشاره، الاشاره هون وهاي معناها في عندي ضلعين متساويين، يعني هذا الضلع يساوي هذا الضلع، نفس الاشاره معناته بقول له متطابق، بقول له متطابق الضلعين فقط. ليش يا مس ما قلت متطابق الأضلاع؟ هذا الضلع ما حط ليش عليه إشارة، معناته هو مش متطابق معهم. هون عندي 6، هون عندي 10، هون عندي 8، كلهم مختلفين، ما فيش إشي مساوي الثاني، مختلف بكتب عليه مختلف الأضلاع، مختلف الأضلاع. نيجي على السؤال الرقم 3، عندي طلع على الإشارات، الإشارات كلها زي بعض متساوية، معناته عندي متطابق الأضلاع. نيجي على 4، 13، 5، 17، وكمان عندي كلها مختلف الأضلاع، كمان بقول له مختلف الأضلاع. انتبهي علي، ما رسم لي ولا إشي، أعطاني زي ما أنا شرحت أول الحصة درس، عندي 6 وستة وستة، عندي الأضلاع جميعها متساوية، معناته بكتب عليه متطابق الأضلاع. نيجي على هون 7، 8، 10، كلها مختلف الأضلاع. نيجي هون يا مس 5، 6، 5، 5 في عندي ضلعان متساويان، بقول له متطابق الضلعين، متطابق الضلعين. نيجي على هون 8 يا مس سنتي، وهون 8 متر، دير بالك 8 من 100 متر، وهون 14 سنتي، كل سنتي إلا هاي اللي بدي لازم أحولها وبعدين أعرف إنه هل هي متطابقة أم لا. فعندي أنا من المتر إلى السنتي 100، من المتر إلى السنتي 100، أنا نازلة حضرب في 100، حضرب في 100، نازلة حضرب في 100، حضرب في 100، الفاصة حتتحرك إلى اليمين حصير هون 8 سنتيمتر. واضح؟ أنا حضرب هاي هون بدي أكتب لك إياها، 8 من 100 بالشكل هذا في 100. ليش يا مس في 100؟ المتر 100 سنتي، وأنا نازلة حضربها في 100، 100 هي تحريك الفاصلة إلى اليمين، إلى اليمين منزلتين، 1 2، هاي 1، هاي الفاصلة هون كانت هون، هاي 1
هاي الفاصلة هون 1 2، الفاصلة طلعت 8 سنتيمتر. واضح مس؟ تمام. لا طلع يا مس، لقيت انا ضلعين متشابهين او متساويان، شايفين؟ لكن لو ما حولت حقول مختلف الاضلاع وهيطلع عندي كله غلط. انتبه مس، انا بحول، انتبه، كله سنتي بده كله بده يكون سنتي. واضح الحكي؟ يعني فيش عندي غير المتر هي حولتها الى سنتي، طلعت في عندي ضلعين متساويان، معناته انا عندي متطابق الضلعين فقط، بس عندي ضلعين متساويين، الأربعة عشر هاي لا. في عندي قارب ناخده، خلص يا مس نكفي هذول الحكي اللي عرفناهم. وهون نفس الحكي، هون عندي متطابق الأضلاع، أنت بتعرف وبتعمل. تعالوا هون ناخذ شوية من هون، أصنف المثلث الذي يمثل واجهة هرم. طلع علي الهرم، طلع شو حاطط؟ حاطط إشارتين متشابهتين، إشارتين متشابهتين. الإشارتين هدول متشابهتين معناته بس هل حاطط للضلع الثالث نفس الإشارة؟ لا، معناته متطابق الضلعين، هذا اللي بدي أحكيه. بس هون يا مس بقول لي قيسي وصنفي، أو بعد ما تقيس بتصنف. هذا تمرين إلك أنت في البيت، هذا هو تمرين، هاي واجب إلك، هذا واجب انك انت تقيس كل ضلع وتحط القياس الموجود عندك هون، الفراغ الموجود عندك، وتصنف حسب الاضلاع اللي بتطلع معك. طيب هون بس ناخذ هون 16، اكتشف الخطأ. عندي ضلعين 5، عندي اكتشف الخطأ، مثلث قياس ضلعين فيه 5 و6، بس أعطاني ضلعين. يقول خالد، طلع شو خالد بيقول، إن المثلث مختلف الأضلاع، هل هو على صواب؟ بقول له لا يا خالد، أنت مش على صواب، أنت عرفت ضلعين، هل عرفت الثالث؟ هل عرفت الثالث؟ لا، ولا ما بقدر أحدد، ما بقدر أصنف، لا أستطيع أكتب هون، لا أستطيع تصنيف المثلث إلا إذا عرفت الضلع الثالث. ما بنستطيع، لا يمكن، ولا أي حدا بيقدر يصنفني هذا المثلث، لأنه لازم في عندي 3 أضلاع تكون موجودة، أنا ما عنديش إلا ضلعين. لا، هو بقول لي خلص هو مختلف الأضلاع، طب شو عرفك إنه مختلف الأضلاع؟ ممكن يكون 5، ممكن يكون 6 الضلع الثالث. نعم، نيجي على مسألة مفتوحة. عندي إذا كانت طول ضلعين في المثلث متطابق الضلعين 15 و10، فما الضلع الثالث؟ الضلع الثالث متطابقين، قال لي متطابق الضلعين. واضح؟ متطابق الإيش؟ الضلعين. ممكن يكون 15 وممكن يكون 10، ما بقدر أقول له إنه ممكن يكون 15 فقط، لا، ممكن يكون 15 ممكن يكون 10. بتقول سعاد إن كل مثلث متطابق الأضلاع هو مثلث متطابق الضلع. نعم، كل مثلث متطابق الأضلاع هاي وهاي يساوي أكيد متطابق الضلع. نعم، ولكن ليس كل مثلث متطابق الضلعين متطابق الأضلاع، العكس غير صحيح. كلام حكينا سعاد على صواب، نعم على صواب، يعني كل متطابق أضلاع متطابق ضلعين، لكن ليس كل متطابق ضلعين متطابق أضلاع. وهيك يا مس إحنا الحمد لله خلصنا الدرس سهل كتير وحلو كتير ممتع، بدي إياكم تحلوا التمارين، ولا تنسوا تقيسوا هذا الحكي وتصنفوا انتوا وتشوفوا ايش المثلثات الموجوده عندي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.